حياكم الله ويا هلا وسهلا فيكم. حلقه جديده اليوم من برنامج صغار ستار. احنا اليوم راح نكون معاكم متواصلين عبر هاشتاج برنامج صغار ستار، وناخذ مشاركاتكم عبر موضوع حلقتنا اليوم. راح نتكلم عنه ظاهره التنمر المدرسي. اليوم حيشاركونا في الاستوديو البنات والاولاد اللي جاهزين معانا، وحيتكلموا اليوم عن التنمر المدرسي وليش هم دائما يتذمرون، وليش لما يكون في اختبارات ولا يكون في مدرسه ما يحبون المدرسه، ولما يكون في دراسه يقولون احنا والله ما نحب الدراسه. خلونا احنا وياكم نناقش معاهم هالموضوع، ونبدا نتكلم بشكل عفوي ومبسط معاهم اللي دائما احنا تعودنا عليهم يتكلمون بكل اريحيه. خلينا نشوف اليوم اللي معانا بالسوري. نتعرف عليك، تفضلي. ايه في الصوت عالي، شو اسمك؟ اسمي فرات السادات. يا مرحبا. يا سلام، بعد اليوم فيصل الاسمري منورنا حبيبي. الله يا حبيبي. وانت شو اسمك انت؟ رند الشيلي. رند الشيلي. ها؟ رند فهد الشيلي. كيف رند فهد الشيلي؟ رند الشيلي. انا فهد السعير، الله يطول في عمرك. طيب رند فهد الشيلي. ابوك اسمك فهد، مو لازم نقول السعير. شلون؟ رند فهد السعير. ليش قلتي رند فهد؟ رند فهد السعير. ها؟ انت فهد الشيلي وانا رند فهد الشيلي. لا يا حبيبي، على كيفك انت، تصرفين من جيبك. اجل خلاص، طرفه حمد الشيلي وفهد حمد الشيلي ورند حمد الشيلي. طيب يلا تفضلي. جود الدوسري. ونعم والله، يا اهلا وسهلا. شو اسمك انت؟ خالد الفيصل. جاي من حرج بن قاسم صح؟ لا. وانت يا عزيز شو اسمك؟ شضحك. شو اسمك؟ تمارا. حياكم الله. اليوم احنا راح نتكلم اليوم عن التنمر المدرسي. كل واحده فيكم بسالهم بناقشهم، خذوا راحتكم، بسيط جدا يعني الموضوع وعفوي اكثر. اي كنكم عايشين تسولفون في المدرسه، في البيت، في الشارع، في كل مكان، في حديقه. في الشارع؟ في نقعد بنص الشارع نسولف. قر 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 قر. يلا جيب الجوهره البيت، جيب الفرشه نفرش الشارع. لا انت اسمعي. انت الرصيف اللي عندي الاشاره. اي نقعد نروح في لا لا، شفت الرصيف اللي بالحرج بن قاسم عند خولة تبيع عفش وقش وغسالة مكسرة؟ هذه خولة اللي تبيع وسباعت كانت براقع براقع وبطانية دافية، وبروح اليوم إن شاء الله أشتري البراقع من أم عبد العزيز. إيه أم عبد العزيز، بالله واحد برقع لأمي بعطيه إياه يا شيخة بعد البرنامج. خلاص تبي برقع يا فيصل؟ شيء ولا خلاص. وبرقع الاروى، برقع منى. برقع ليه؟ طيب اليوم حنتكلم عن التنمر المدرسي. ايش مجهزين اليوم؟ يلا يا فرات تفضلي، ايش مجهزه معانا؟ انا ما احب قوانين يعني المدرسه يخلون في عريفه، في عريفه هي على كيف تقول يلا اوقفي برجل واحده. فانا هذه القوانين اللي ما احبها، يعني يتسلطون علينا. حلو. يعني ما احب القوانين هذه انا. ما تحب القوانين هذه. طيب وانت يا ميران؟ يعني في بنات كذا يتسلطون علينا، يجون كذا يقولون يلا اطلعي من الفصل. خلاص سلط عليك. استغفر الله. يلا يقولون كذا يعني ولا شو؟ لا يعني تجي اي بنت كذا على كذا، بدون لا تقول الاستاذ على كذا، تجي تقول يلا اطلعي برا الفصل انت، يلا اطلعي انت ما هي معانا، انت ما هي معانا. انت ما هي معانا، انت ما هي معانا. لا 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 لا. زي اللي واحد قال وين ادريك؟ قال ادري هنا. لازم اخذ دوره. يخذ الدوره. يلا تاخذ لفه عشان هي تزعل. دائما تمثل الاستديو تاخذ لو ايه. بعد لابسه كعب اليوم. لا لا لابسه البسطار اليوم. يلا وانت يا فيصل اليوم ايش مجهز لنا؟ يلا يا رند. الاختبارات. حلو. انا عندي اختبار يوم الاربعاء والخميس. حلو. هي الرياضيات والانجليزي. يا سلام عليك. لعب علينا خلوه يوم الخميس. اوه في المدرسه قالوا لكم لعبوا عليكم؟ ايه. ايش قلتوا لهم طيب؟ هم بغوا يعطونا اليوم الاربعاء. حلو. هي من الاداره. الخير طالت بالخميس ما يخطبونا ولا شيء. اختبروكم ولا لسه؟ كنا خايفين. حلو. ايه بعدها اجلوا يوم الخميس. أجلوا عليكم الخميس. طيب أنت فيصل اليوم إحنا نتكلم عن موضوع التنمر المدرسي. يلا. وش تقول أنت في اليوم في الموضوع هذا؟ إنه يعني كثير من الناس ما يحب المدرسة، لما تسأل ممكن أصدقائك أخي بنا مدرسة بخرابيط، لما مثلا يروح في خلينا نقول مثلا جمعات عائلية قالوا والله نبي نروح عشان بكرة عنده مدرسة، ما نبي ندرس نبي نغيب.
طيب طيب خلاص ما يبغى ينسى على كيف ابوه يتحكم به. هو ابوه اللي دفع فلوس ويدفع فلوس في الخير ما يدري يقعد في البيت وش ذا يضيع فلوس على الفاضي. ايه صح بس واللي طيب يعني الحكومه برضو فاتحه مدارس للجميع والطالبين والطالبات وفي الاخير الطالبين والطالبات والطلاب ما يبون يدرسون. طيب ابوهم يجي يقول اقسم بالله تدرسهم اجري والله كذا. يعني انت تقول انه هذه المشكله من الاباء؟ ما اتوقع. لا مو مشكله من الاباء. من ليش ما؟ من يعني البنات زي كذا والاولاد يغبون زي كذا. هو قاعد يدفع فلوس. صح. ابوه قاعد يدفع فلوس يشتري ثوب ويشتري لها مريول واشغلت ابوها في المريول وكراسه والوان وشنطه. اي وشنطه. صح ولا لا؟ وفي الاخير في الاخير تطلع 1000 ريال مدري ايه الشنطه كلها واحده ب 50000 ريال. ايه 50000 ريال؟ ايه عادي تدخل. انا اخذ شوفوا انا اللي جبت لي اياها. ايه في احد في الفالي فلوس طلعت 5000. طيب اسمعوا اسمعوا شغال. وانا ما كملت كلامي. طيب انت ليش خذت الدور؟ خذت الدور ورجعتي بعدين ما خلص السلام نرجع لك. يلا يا حبيبتي تفضلي. في بنات يعني صوت عالي. في بنات يجون ويعني يقولون انزلوا انزلوا من الفصل واطلعوا وكذا يعني انا ما خذيت اغراضي ويقولون انزلوا. حلو بعدين ونزلونا كل البنات ينزلونهم. بعدين اذا نزلوكم والسادات يقولون ارقوا. حلو وانت يعني ما تحبين كذا؟ ما تحبين كذا انت يعني؟ ايه. طيب وش ودك يعني يكون؟ يعني بعضهم ينزلونا وبعضهم يرقونا. طيب نرجع الرند. يلا يا رند وش يلا جهز تذكرتي؟ يلا يا رند قولي. صغير وقمت امي قولي يلا. في المدارس يعني هذه السنة؟ ايه في بنات في المدارس يعني مثلا خلي يعني بالفصل خلي المخدة احنا خلينا نكتب كلمة سمينة وكل ثانية معرفات. حلو يا سلام عليك. طيب حلو يعني في بنات يسوون نفسهم مرة قويات ما ادري ايش يعني اني انا كبيرة تراني تعالي معاي لازم ينفذون امر الطالبة هذه يعني ولو ما نفذوها راح يلصونها ويفرشونها مع السلامة. يا سلام. وكمان سامع يا قلبي تفضل. انا مدرسة واحد عندنا يعني واحد عندنا مشاغب مرة مو مشاغب زي رند. ها؟ زي رند. انا والله افضل انا ما بتكلم انت اللي بتكلم عشان طيب يلا يلا تفضل تفضل. لا لا ما تقول زي خولة تقول زي خولة مو زي خولة. الا الا ما عليك منها ايش قالت؟ فيصل فيصل احنا الاولاد يعني لازم شوف الاولاد مسوي بهايطية زي كذا اقسم بالله عندي واحد بهايط زي كذا بالاخير الضرب من واحد في صف ثاني او ثالث ثاني طبق منه راح بيصير تفضلي. المهم في ناس يكتبون قوانين يقولون ممنوع الاكل ممنوع الخروج ويكتبوا ممنوع الخروج ممنوع خروج الحمام ممنوع خروج الشراء ما يمتحش ممنوع الكلام ممنوع الوقوف. انا قمت قاعد سولف ما يلعبون عليهم سولفت جت واحده قالت لي وقفي كانك مجرمه. قلت خير وسفحت وراحت نزلت اسمي في الاداره وقالوا اسمي في الطابور فشلتني. يا سلام عليك. طيب وانت يا تمارا بسرعه عشان ناخذ فقره الاخبار بعدها. يلا عندي واحده ستيكتي متكبره ومغروره. من كبره متكبره ومغروره يعني كبيره تتحكم 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 على الفصل كله وتكتب الاسامي ما راح اقول اسمها عشان ما تجلدني. ما تجلدك اتوقع انها سبق عمي سبح. لا اسمعي يعني سبق جلدته يعني سبق جلدتك قبل او نوره لا لا سنه. طيب يلا الحين فقره الاخبار ابى اقول خبر وانتم بتعلقون على الخبر كويس مو كويس وليش خلاص. يلا روح انا وياكم فقره اخبار صغار ستار. الخبر الاول يقول ركزوا معي في الخبر عشان تسمعونه. الخبر الاول يقول تاهل 4 طلاب من مدرسه جده لتمثيل المملكه في منافسات المسابقه العالميه 6 في الرياضيات الذهنيه.
والتي ستقام في كوريا الجنوبية. يعني اليوم نقول حنا تأهلوا 4 من مدارس المملكة أو من طلاب المملكة في جدة عشان يسوون منافسة عالمية في كوريا. إيش رأيك في هذا الخبر؟ يعني أنا منافسة الرياضيات الذهنية، يعني لما الأرقام الذهنية عرفتيها؟ أيوه. أي تفضل يلا. حق هذا. أيوه يلا. يعني أنا يعني أول شيء بقول لهم ما شاء الله، يعني ما أدري كيف عرفوها. حلو. ثانياً يعني الخبر حلو، يعني في تحديات. ممتاز. حلو. منافسة. ممتاز. إيش رأيك في الخبر يا فيصل؟ والله شيء جميل يعني. أتنافس يعني خبر زي كذا جميل يعني. حلو. يقول لكم إنه في 4 من طلاب في المدارس في المملكة هنا عندنا راح يطلعون لكوريا الجنوبية عشان يسوون مسابقة عالمية أو يتحدون في مسابقة عالمية في مع الرياضيات الذهنية. حتى نستفيد لهم بعد. ممتاز. وأنت يا تمارا؟ يجنن رائح وشكلي بروح عندهم. طيب تروحين عندهم. 5 × 5 كم؟ ها؟ 5 × 5 كم؟ ما حط الضرب خلاص. أنا أعرف. طيب خلينا نشوف الخبر الثاني. 5 × 3 = 25. طيب خلونا احنا وياكم نروح الخبر الثاني ونشوف الخبر الثاني. دراسة تؤكد أن الأطفال الذين يعيشون في الأرياف والمزارع أقل إصابة بالربو من الذين يعيشون في المدن. وش يعني؟ يعني اللي يعيشون في الأرياف وفي المزارع ما يجيهم ربو مثل اللي جالسين في المدينة، يعني جالسين في المدن زينا احنا الحين بالرياض ما يجيهم. أنت فيك ربو. فيقول لك هذا اللي في المزارع يجلسون وكذا ما يجيهم، سبحان الله. فهذا الخبر يؤكد أن اللي جالسين في المزارع والأرياف أنهم ما يجيهم ربو، لكن بالمدينه يجي. وش رايك في هذا؟ ها تصير مناعتهم قويه. الربو يعني الكتمه يعني الدائمه. بخور كتمين. كتمين بخور غبار. يلا تفضل ايش رايك في هذا الخبر؟ يعني محظوظين ما شاء الله. ما شاء الله. ودك تروحين تعيشين في الارياف في المزرعه؟ بكره القاك في المزرعه لابسه ما شاء الله، ها شايل وحاطه العصبه معك. لا ومعك المسحات و يلا يا فيصل ايش رايك في الخبر؟ مستفيد بعد شيء بس الخرج. ايش رايك في الخبر يعني؟ الخبر يقول لك ان اللي يعيشون في الارياف وفي المزارع. انت تروح للجنوب يا فيصل اكيد. ها؟ تروح للجنوب صح؟ لا. كثير ولا شوي؟ لا. ما تروح للجنوب؟ يوم كنت صغير كانوا يروحون هم وانا بس اروح جدة. بس جدة. طيب يقول لك اللي يعيشون في يعني في المزارع يمكن اهل الجنوب يعني كثير منهم عندهم مزارع عندهم فيجلسون مثلا اللي يقول لك اللي في المزارع يجلسون ما يجيهم ربو مع انه مزارع واشجار وتلقى حساسيه وكذا بينما اللي يجلسون في المدن دائما يصير عندهم ربو. شيء جميل. المفروض العكس. ها؟ شيء جميل. شيء جميل. وانت يا رند؟ جيد وخلاص. وانت يا حبيبتي؟ شيء جميل بعد. يا سلام. المفروض يصير العكس. المفروض يصير العكس. وانت يا تماره؟ لا اله الا الله استغفر الله. يعطيك العافية. طيب خلونا نروح الفاصل نرجع لكم بعد الفاصل. وش كلامك؟ طيب شو اسم الموضوع؟ ها تعالي تعالي. اسم الموضوع؟ شو اسم الموضوع؟ يعني انتي اللي داخلة يعني الحين بسألك سؤال. رحتي لأمك وأعطتك الموضوع صح؟ إيه لكن شو اسم الموضوع وأنا حاطة الكلام لكن شو اسمه؟ أعطيني الكلام قولي الكلام. نظري بس كذا خلينا نشوف. حسنا. يعني التذمر المدرسي احنا قلنا. التذمر المدرسي نسيتي صح؟ راح يتذكر ويرجع على ما اخذ فاصل. هو كوك حسنا تمام. طيب خلونا نروح الفاصل نرجع لك بعد الفاصل على ما تكمل معنا ميران.